إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم. إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا من تفسير قوله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى آخر الآية. ويذكر العلماء مسائل تحت هذه الآية، وأظننا قد عرجنا عليها فيما سبق، كاستدلالهم بهذه الآية على أن القتل من أكبر الكبائر لكنه ليس كفرا، أو ليس بكفر مخرج من الملة. أظننا تكلمنا عن هذه المسألة بدليل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع إثبات الاقتتال لهم. وأما ما يشكل على إخواننا في قوله تعالى في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فهذه من أعظم الآيات في بيان الوعيد الشديد لقتل المؤمن بغير حق. بين قوسين قد يقول قائل: هذا الموضوع الإنسان منيح يتطرق إليه في وقت فتنة، في وقت كذا. لا، القتل له أنواع كثيرة، فهذا المتطبب الذي يتطبب ويدعي الطب وهو ليس من أهله ثم يموت بين يديه المريض، فهذا يعد قاتلا. هذا الذي ائتمنه الناس على بناء عمارة أو نحو ذلك فغش فيها حتى وقعت على أهلها فماتوا، هذا قاتل. هذا الذي اغتر بمهارته فصار يسوق سيارته بسرعة جنونية ثم قتل شخص، هذا قاتل. إذن هناك أنواع كثيرة من القتل، فالإنسان يحذر من أن يدخل في هذا الوعيد. لكن كيف نجيب عن قوله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟ فأجاب العلماء أن هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ، تغليظ العقوبة، بأنه سيطول عقابه في جهنم حتى يظن الظان أنه خالد في النار. يعني إذا رأيته قل هذا خالد في النار. لماذا؟ لطول بقائه ومكثه في النار، يمكث فيها أحقابا لا يمكن إحصاؤها بدلالة قوله خالدا فيها. ومن أساليب العرب إطلاق الخلود على من يطيل الشيء، منه قول زهير بن أبي سلمى: ألا لا أرى من على الحوادث، ألا لا أرى من الحوادث باقيا ولا خالدا إلا الجبال الرواسية. الجبال لا تخلد، لكن هكذا طول البقاء طول الوجود يسمى خلود. والعلماء يقولون إن الآية وإن طائفتين مؤمنين اقتتلوا تشبه كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، يعني عرفنا كيف ننصره، ولكن كيف بالظالم؟ فقال: أن تضرب على يده فتمنعه من الظلم. إذن احنا واجب علينا هنا أنا أقاتلك لا لي حبي لقتلك أو لمقاتلتك، ولكن لأضرب على يدك فتكف عن مقاتلتي وعن عدوانك وعن بغيك. لذلك الباغي يضرب على يده، وهذا من نصرتنا له، هذا داخل في نصرتنا له. إذن تال الآن
راك في الحقيقة راك تقوم بواجب عظيم تجاه المسلم الذي بغى. فمنه قولهم قسى ليرحم لا ليزجر، حتى قسوتك ابتغاء الرحمة، عنوان معاملاتك كلها الرحمة. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وأول ما نتطرق إليه في هذه الآية هو بيان المناسبة لما قبلها، وهذا واضح جدا، لأن الله أمر بأمر عظيم جدا ودائما نذكر به، لأنه بعض الناس ربما مع طول الأيام ينسى ضرورة السعي للإصلاح بين المؤمنين المختلفين. واجب شرعي، يعني من كان قادرا على إقامة الصلح بين المختلفين أو المختلفين والمتخاصمين وتوانى في ذلك فهو عاص لله عز وجل، لأنه خالف الأمر فأصلحوا بين أخويكم فأصلحوا بينهما، وكرره مرتين، إذن فهو مقصر. هذا الأمر العظيم هذا الله تعالى يذكرنا بما يوجبه علينا، فقال إنما المؤمنون إخوة، يعني ما كان ينبغي لكم أن تدعوا المؤمنين يقتتلون ويتخاصمون ويتشاجرون سواء باليد أو بالسلاح أو باللسان أو نحو ذلك، ما كان لكم ذلك. لماذا؟ إنما المؤمنون إخوة. قال العلماء هذه الجملة إنما المؤمنون إخوة جملة تعليلية، التعليل هو ذكر السبب، علاش إن طائفة المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، لماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما؟ لماذا نصلح؟ إنما المؤمنون إخوة. هذه جملة تعليلية مهمة جدا، استئناف بياني في علم البلاغة. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. وهذه الآية التعبير بإنما المؤمنون إخوة فيه من البلاغة العظيمة ما يجعلنا نقف عندها. لماذا؟ أول شيء هناك تشبيه بليغ، يسميه تشبيه بليغ، كي تحذف أداة التشبيه وجه الشبه عباك فرق، تقول محمد كالبدري، على كل حكي لك شبهته بالبدر، هذه حاجة عظيمة جدا، شبهت إنسان بالبدر، تشبيه ما شاء الله. لكن يتحذف الكاف هذه، محمد بدر، شو الأكثر، جعلته هو البدر مشي كالبدر، هذا يسموه تشبيه بليغ، وهو حذف أداة، غير تحذف أداة تشبيه ووجه الشبه طبعا، تجعله تشبيها بليغا فيه مبالغة. ما قالش ربي إنما المؤمنون كالإخوة، لا، إنما المؤمنون إخوة، هذا الوجه الأول في البلاغة تاعها. ثانيا الحصر، المؤمنون ليسوا فقط إخوة، فيهم صفات أخرى، فيهم آباء، فيهم أمهات، فيهم بنات، فيهم أبناء، لا قالك إخوة، حصر الصفات كلها المؤمنين، نفى عنهم كل صفة وحصر الأخوة فيهم، وأنهم ليسوا إلا إخوة. وهذا إنسان كي يسمع، هل ترضى بأن يتقاتل أخوك؟ الجواب لا، كما أنك لا ترضى أن لا يتقاتل أخوك، فكيف ترضى بأن يتقاتل الأخوان في الإيمان في شريعة الإسلام؟ كما أنك تستبدع، إحنا نستبعد تقاتل الأخوين من النسب، أخوان من الناس بيقوموا يتقاتلوا، والله هذا شيء يعني خارج عن العادة، يتحدث عليه الناس ظهورا طويلة، أخوان من دم واحد من نسب واحد يتقاتل. الرب سبحانه وتعالى قال هكذا أنتم أهل الإيمان، أنتم إخوة، فكيف تستسيغون وقوع المقاتلة والمخاصمة والمشاجرة بينكم دون إصلاح؟ ولا ينكر علينا التخاصم، لا، احنا ضد عالم المثالية هذيك، احنا واقعيين، نتخاصم ونتشاجر ويغضب هذا على الآخر ويقع من الأخوين جفاء، هذا شيء عادي، لكن تمر مدة نتراجع فيما بيننا، هذا شيء كالزكام، كالمرض، كالسعال، ينتابك ثم يزول،
الله تعالى ينكر على عدم الإصلاح، لماذا لا تصلحون؟ هذا المشكل. وقوع تشاجر شيء عادي، لكن الشيء الذي غير عادي أنك ترضى بأن يقع أن لا تصلح بين أخوين. لذلك قال إنما المؤمنون إخوة مهما كانوا فأصلحوا بين أخويكم. إذن هذا الحصر. ثالثا، وهذه فائدة ذكرها الإمام الجرجاني رحمه الله، نقول إحنا أبو البلاغة العربية في إعجاز القرآن، فأعطاك فائدة. قال لك شوف، العرب تستعمل في الحصر إنما فيما هو مقرر عندهم، فيما هو مقرر عندهم. زيد خوك، تعال بقى بلي زيد هذا أخوك، أنا شو أقول لك؟ أراك غاضبت عليه، فأقول يا أخي إنما زيد أخوك، تعال بالك بلي زيد أخوك. شيء مقرر عند العرب أن المؤمنين إخوان، مشي حاجة جديدة، بدليل أنهم سمعوا أحاديث كثيرة تدل على أن المؤمنين إخوة. من حتى قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب عائشة رضي الله تعالى عن أبي بكر، مش قال له؟ قال وهل تصلح لك؟ إنما أنا أخوك. قالوا أنت أخي في الإسلام وإنها تحل لي. يعني أبو بكر الصديق ما جاته غريبة، كيف راح يتزوج؟ كأنه راح يتزوج بنت أخوه. قالوا لا، هذه أخوة الإسلام مقرر عندهم بأنهم إخوة. وآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة ثانية، وسنعود إلى الحديث عنها. إذن زاد وطد الأخوة على الإسلام، وطدها بالأخوة المهاجرين والأنصار، شيء مقرر عندهم. فالله تعالى ذكرهم بما هو مقرر في نفوسهم، إنما المؤمنون إخوة، ده شيء تعرفوه. فأصلحوا بين أخويكم، ها وش معناه؟ الأمر الثاني الذي نتطرق إليه في شرح ألفاظ هذه الآية، إنما المؤمنون إخوة، ما معنى الأخوة؟ هنا شوية نسير في ظلال اللغة العربية لنعلم أن الأخوة والأخ سمي أخا لأن كل كلمة عندها أصل في اللغة العربية، علمه من علمه وجهل من جهله. فالأخ سمي أخا لماذا؟ لأنه يتوخى طريق أخيه. يتوخى، وش معنى يتوخى؟ يقصد تتبعه. قلت توخى طريق الفلاني، وش معناها؟ احرص عليه واتبعه وسير عليه. فسمي الإنسان الذي يتوخى طريق صاحبه سمي أخا، أو على السماوات. مقتضى الأخوة أن تسير كسيره وأن تسير على طريقه. حتى في اللغة العربية بعد يتوسعوا يطلقون وصف الأخ حتى لمن اتصف بشيء وصار يتبعه، مثل قولهم أخو الجهالة، ما في اسمه أخو الجهالة، وإخوان القردة والخنازير. مش معنى إخوان؟ فيهم صفات القردة والخنازير، هادو قالت عليهم هادوك اللي كانوا في وقتها عائشة رضي الله عنها إخوان القردة والخنازير، يعني فيهم صفات القردة والخنازير. أما لو رأت يهود هذا الزمن ونصارى هذا الزمن فما عسى أن تقول. لماذا؟ لأن المسخ نوعان، مسخ حقيقي وقع كمسخ أصحاب السبت وغيرهم، وكاين مسخ معنوي هذا باقي إلى يوم القيامة، بل أصيبت به الأمة. لماذا؟ لأن المسخ المعنوي ما هو؟ أن يمسخ الإنسان خنزيرا، مشي مادة كما وقع، وإنما حس معنى ناحية المعنوية. من أخص صفات الخنزير أنه لا يغار. خنزير عادي، يأتي خنزير آخر ينزو على زوجته فلا ينكر شيئا من ذلك. لذلك النصارى فيهم هذا، فيهم ذهاب الغيرة، لأنهم يأكلون واللحم يؤثر على الطبع. لتفاصيل هذا له مجال آخر بسطناه في تفسير سورة المائدة، تأثير اللحوم على النفس، لأن ربك يحرم أشياء، حرمها لضررها إما على العقل أو على الجسد أو على النفس. واللحوم تؤثر بشدة على النفس، لذلك نهينا
عن أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، هذه جوارح تأكلها تورث فيك الصفة السبعية، اسمها الصفة السبعية، تولي أنت سبع. لذلك كثر القتل وظهرت ما يسمى زورا فنون قتالية في أقصى شرق آسيا. لماذا؟ لأنهم يأكلون السباع، وظهرت فيهم هذه الرياضات القتالية. عن بالك هكذا جاءت صدفة؟ لا، لأنه كان لها مقتضي يحتاجونها، فظهرت فيهم الصفة السبعية. إلى اليوم يأكلون، عليكم السلام، يأكلون مثل هذه الأشياء تؤثر. نحن نهين عن أكل كل ذي ناب من السباع، حتى أمرنا بالوضوء عند أكل لحوم الإبل، لأن لحوم الإبل فيها طابع الحرارة، قال خلقت من نار، يعني الحقيقة خلقت من نار، أي فيها خلقة تشبه خلقة النار وهي الحرارة. الجمل يعني إذا رفسك ولا علاش ما نصلوش معاطن الإبل، وين رحت؟ ما نصلوش معاطن الإبل، اللي يصليش مع وين تبرك الإبل ما تصليش، مش على جال نجسة، لا، ربما قتلتك، ففيها طابع الحرارة. أمرنا بالوضوء كي نخفف طابع الحرارة ذلك. إذا فلاحظوا اللحوم تؤثر. يأكل الخنزير يصاب بانعدام الغيرة، فهذا مسخ معنوي. أي إنسان تذهب منه الغيرة هذا مسخ معنوي على صورة خنزير. القردة، نعم كائن مسخ على القردة للأسف معنوي، لأن أخص صفات القرد أنه يقلد. القرد واش ندير؟ يقلد. هكذا احنا الأمة للأسف الشديد مسيخة كثير منها مسخا معنويا على شكل قردة، فصارت تقلد أي شيء دون أن تناقش. عرفتوا المسخ؟ لا يكون، هذا حديث في سنة أبي داود ومسند الإمام أحمد، لا يكونن في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. الخسف زلازل وأرض تبلع، وقذف من السماء حجارة، ومسخ يقول لك يبقى. لا يكونن في هذه الأمة، في هذه الأمة مسخ وقذف وخسف. المسخ أنت كيش تفسره؟ إما حقيقي أو معنوي، مو بالضرورة يكون حقيقي، يمكن يكون معنوي كما مثلنا. لكن لماذا الحرب عندها الدقة في التعبير؟ يقولك إخوان القردة والخنازير، أي فيهم صفات القردة والخنازير. أخو الجهالة، ها وش معنى الأخ في اللغة العربية؟ أنه يتوخى طريق الآخر، لكن شرعا واصطلاحا تستعمل ولها أنواع خمسة ولها درجات خمسة، أنواع خمسة ودرجات خمسة. أما أنواع الأخوة أنواعها، فهناك أخوة النسب هي أشهرها، فهو أخوك إما أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، المهم هذا أخ من النسب وله حقوق مسطرة في الشرع. وهناك أخ من الرضاع، معروف يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الأخ من الرضاع الذي شاركك في ثدي امرأة برضعات خمس مشبعات، هذا أخوك من الرضاع، لا يثبت بها شيء. أخوة من الرضاع لا يثبت بها شيء من الحقوق المعروفة، لا ميراث ولا شيء، إنما تثبت بها الحرمة، أنه صار أخاك من حيث الحرمة، أنه هو يصير حرام على من شاركك من أخواتك في ثدي أمك. كاين الأخوة الثالثة، أخوة القبيلة والبلد، ومنه قوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى ثمود أخاهم صالحا. هذه أخوة، أخوة القبيلة، أخوة البلد. لماذا؟ باش ما يجيش واحد يقول لك ياك إنما المؤمنون إخوة، نقول المؤمن أنت أخي، إخواننا المسلمون، ما يجيش نقول إخواننا النصارى وإخواننا اليهود كأدعياء الذين أصيبوا بالإنهزامية في هذه الأيام، لا يجوز لنا أن نقول هذا. هل يقول لك وإلى عاد أخاهم هودا؟ طبعا هو أخاهم أي في القبيلة. أو شمعنا الأخوة في القبيلة؟ إذن عندنا أخوة في النسب، أخوة في الرضاع، أخوة في البلد والقبيلة، وهناك أخوة في الهجرة التي حدثت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى من الهجرة، آخى بين المهاجرين والأنصار. وقد يقولنا عرفوا هذه، بس ما تعرفش باللي هذه الأخوة كانت قوية إلى غاية أنها كانت من أسباب الميراث.
يعني لو كان يموت هذا قبل هذا يرثوه ما يسمى بالميراث بالمعاقدة. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم في قراءة غير عاصم والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. كان يموت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري. أخوة، شنو القوة؟ علاش؟ لأنه أخوة الإسلام ثابتة من قبل، زاد النبي صلى الله عليه وسلم عضدها ووطدها بماذا؟ بأخوة الهجرة، فصاروا يتوارثون حتى نسخت بعد ذلك، مش ما نقولوش باللي قعدت لا، نسخت واختلفوا في ناسخها، فمنهم من قال نسخها قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدين والأقربون، ومنهم من قال بل نسخها قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني خلاص ما تورثوش باش بالأخوة تاع الهجرة، تورثوا فقط باش بالأخوة تاع النسب. عرفتوا هذا؟ بس شوف القوة تاع الأخوة اللي دارها النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجروا إلى المدينة صاروا يتوارثون. وعندك أخوة الخامسة، أخوة الإيمان، وهذه المقصودة في الآية، وهي أعظم مراتب الأخوة على الإطلاق، أكثر من الأخوة تاع النسب، أكثر من الأخوة تاع الرضاع، أكثر من الأخوة تاع البلد، أكثر من الأخوة تاع الهجرة، أكثر من أي رمز من رموز الأخوة المصطنعة، لأن هذه تدوم ما دام مؤمنا، بخلاف تلك فإن المؤمن أخوك من النسب الكافر لا حظ له أمام أخوك الأجنبي، يعني هو أجنبي عنك ولكنه مسلم. ومن هنا أدرك الأعداء منذ القديم، أدركوا منزلة الولاء والبراء عند المسلمين، وبطلان القومية والوطنية، هذه القومية التي تسمى أباك باللي كتب الشيخ بن باز رحمه الله يكتب لك كتاب في ذلك في السبعينات أو في الستينات أظن، نقد القومية العربية. أباكش معناتها القومية العربية ما هي؟ احنا مش كيما تفهمت الوطنية بمعنى نحبوا وطننا، ما كاش واحد ما يحبش الوطن تاعو، ما كاش. فنحنا كما يقول لك وطنيون بالدرجة الأولى، لكن الوطنية التي يقصدها هؤلاء والقومية التي يقصدها هؤلاء هو أن توالي الإنسان ما دام ابن وطنك ولو كان كافرا، ولا عبرة لمن هو ليس من أبناء وطنك ولو كان مسلما. إذن الأخوة فيه في المواطنة، هذا الذي سعى إليه، وللأسف الشديد نرى من ثمارها، من ثمار هذا البث الأفكار هذه، أنك تسمع كل يوم ربما يحكون على بلد عربي مضطهد، ونحن معهم في ذلك، لابد من الدفاع عنه، وليس فقط مجرد الكلام، ما أسهل الكلام عليه، لكن لماذا لا تحدثوننا عن إخواننا من غير العرب الذين يضطهدون؟ لاحظتم الأثر؟ يعني البلد العربي مستعد أن يدافع عن بلد عربي آخر ولو لم يكن مسلما، ولا يدافع عن بلد غير عربي ولو كان مسلما. هاي الخطر. وإذا نقضنا الولاء والبراء يتحقق قول الله تعالى إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه أي الولاء والبراء، كما تطبقوهش تكون فتنة. على كل لا نطيل في هذا، أعظم مراتب الأخوة على الإطلاق هي أخوة الإيمان، ما دام مؤمن فهو أخوك، وتجب له حقوق من نصرة وإعانة وغير ذلك مما هو معروف من حقوق الإخوة أو الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، انتبهوا، فهمنا ما معنى الإخوة؟ هذه أنواعها، كاين درجاتها. بعض الناس يظن أن الأخوة درجة واحدة، هذا الذي أصيب بالمثالية، وقلت لك داء، المثالية داء. إنسان دائما علاش الفقه، كي تقرأ الفقه، الفقه يعطيك الواقعية، بعدين تقرأ باب التزكية وغير ذلك باب المثالية، ماذا بينا نوصل لهذيك الدرجة؟ صحيح لما وصلناهاش عادي،
لا نتفاجأ. المرأة التي تتزوج وهي تحدث نفسها بأنها ستتزوج رجلا مثل الحسن البصري الذي قرأت عنه، هذه ستجد تقصيره في المستحبات أو بعض الواجبات كارثة، وتبدأ المشكلة تظهر. وهو أيضا يظن أنه سيأتي برابعة العدوية أو حفصة بنت سيرين إلى بيته، فإذا به يرى بعض التقصير منها أو وقوع في بعض المعاصي التي لا بد منها فتحدث مشكلات. لاحظت المثالية؟ لا يا أخي، أنا في واقع آخر، أنا في واقع صعب جدا. إنسان لابد أن يحدث الناس بالواقع الصعب انطلاقا، ونسعى أن نصل إلى ما هو أحسن. لكن عادي، وقوع الإنسان في الخطأ في التقصير في شيء عادي، لا يحدث الإنسان نفسه، لأنه المثالية هذه داء قتال. الذي أراه من خلال سنوات من تجارب أن كثير من الناس يصابون باليأس والقنوط والضعف عندما يطمعون في أن يجدوا في واقعهم ما كانوا يحدثون أنفسهم به. لا لا عادي. لماذا أقول هذا؟ مراتب خمسة للأخوة، شفنا أنواعها، احفظوا خمسة، وهي مراتب والدرجاتها خمسة، لأنه في بعض الناس سنتحدث عنهم متشائمون في باب الأخوة، وسبب ذلك أنهم لم يميزوا بين درجات الأخوة. الأخوة مراتب، كاين المرتبة الأولى الرفقة، المرتبة الثانية الزمالة، المرتبة الثالثة الصحبة، المرتبة الرابعة الصداقة، المرتبة العليا الخلة. هاي ليك الأخوة درجاتها. الرفقة، الرفقة كيش تعرف؟ ما دام في مجلس واحد أو في سفر واحد فهما رفيقان، بمجرد ما يزول ذلك السفر أو ينفض ذلك المجلس لا يصدق عليهما كلمة الرفيق. مفهوم؟ صح. عندك الزمالة الدرجة الثانية. الزمالة، شو دقة على اللغة العربية. الزمالة مأخوذة من الزاملة وهي البعير، البعير الذي يوضع عليه أغراض ومتاع. شوف، تجدون هذا في القاموس المحيط الفيروز أبادي ولسان العرب لابن منظور، يقول لك يطلق على الرجلين اللذين يعملان على البعير زميلين ما دام يعملان، فإن كان على ظهر البعير دون عمل فليس بزميلين، لابد من عمل. شوف الزميلين إذن هما رفيقان يعملان. طلعنا الرفيق مجرد ما يقعد معك ورفيق، مجرد ما يسافر معك ورفيق. الزميل لا، قاعد معك ويعمل، يمشي معك ويعمل. إذن الزمالة فيها عمل. عندك تطلع شوي تجد كلمة الصحبة، والصحبة لا، الصحبة فيها شيء زائد وهو الاقتران. أن هذا تفضل خونا قعد، هو مقارنة شخص لآخر، مقارنته له. ما تأكل مثل مقارنة أنه لصيقه، وهذا وش معناها الإقران والقيران؟ نقول سمع عقد قاعد تحفظوا علي أبالي جاء عقد قيران. والإقران نوع من أنواع الحج، كان التمتع والإفراد والإقران. الإقران هو أن تجمع بين الحج والعمرة بتلبية واحدة وتفعل أعمال الحج والعمرة معا، طبعا عليك هدي. لماذا؟ لأنك لم تخرج إلى الميقات العمرة نحو ذلك. هذا يرجحه الحنفية، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا قارنا. لكن بالأمنية قال لو استقبلتم إلى أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، كان رجح التمتع عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يتمتع؟ لأنه ساق الهدي من مدينة ما يقدرش. صح. هذا الإقران. الإقران نهى عن الإقران بين التمرة والتمرتين. أباكي تكون تحط تمر على مائد على طاولة، كل بالحبة، حبيت تقل حبيت ترفد زوج ثلاثة خاش كان ليه في درجون استأذن. هذا صحيح مسلم عن ابن عمر، نهى عن أن يقرن الرجل بين التمرتين إلا أن يستأذن.
تقول يا أخوانا تسمحوا لنا، هل هذا الحكم معلل مش معلل؟ بحث تجدون في دروس آداب الطعام، لأنه بعض العلماء علقه بالمجاعة، قال الناس كانوا كان ذاك هو غذاءهم، عباك بدي تعطي له تمرة يأكل نهار كامل، تروح تقرن بين تمرتين ديت ماكلتها يومين. ومنهم من قال لا، النفس هذا الفعل يدل على الجشع، كل بالتمرة وحدة لكن لا بأس إن شاء الله. ماشي هذا بحثنا، احنا حابين نفهموا وين تسب كلمة قارنة يعني الجمع. إذا فالصحبة تقتضي الاجتماع وتقتضي الاقتران، ماشي كل واحد صاحبك. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث تعرفونه جميعكم إن شاء الله، لما دخل المقبرة فقال وددت لو رأيت إخواني، جد الحديث بزاف ناس ما يفهموش فهم صحيح، وددت لو رأيت إخواني، فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنتم أصحابي بل إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني. إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي الأخوة عن الصحابة، هم إخوانه أيضا، لكن رفعهم إلى فوق، لا أنتم أصحابي. إذن فهذا إحنا بعض الناس يفهموا عبكم مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أولسنا إخوان، قال بل أنتم أصحابي، إخواني أرفعوهم أكثر من أصحاب، لا لا مش هكذا، ما كانش يقصد هكذا، أنتم أصحابي راكم قارنيني مرتبة لا يمكن لأحد أن يبلغها. سر الصحبة، شوف تؤتى تنفق ما أنفقه جميع الصحابة وتجاهد ما جاهد جميع الصحابة لن تصل إلى مقامهم. السر في هذا أنهم فعلوا شيء لا يمكننا أن نفعله، لا يمكننا مهما نديره ما نقدرش نديره، أنهم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم لا يعرفون بعد ما سيشرعه الله. الكتاب تاع القرآن مازال ينزل، أراني معاك نتبعك ونآمن بك ونصدقك وننصرك، وينزل واش ينزل من عند الله عز وجل، كما نقولوا احنا أمضى على بياض، راني معاك، احنا آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعناه، ونحن نعلم على ماذا بايعناه وعلى ماذا اتبعناه. الشرع كامل باين. هؤلاء الناس لو قال لهم الله سبحانه اقتلوا أنفسكم يقتلون أنفسهم، اخرجوا من دياركم يخرجون من ديارهم. هاو علاش تتبع واحد انت ما عبالكش؟ علاش مش كما تتبعوا انت على بالك على هالمتابعة الحقيقية؟ لذلك لا يمكن أن يصل أحد مرتبتهم مهما كان. هم الصحابة أنتم أصحابي، أما إخواني الذين يأتون من بعدي ولم يروني، نعم فيه مدح، والأخوة قلنا تقتضي يعني المحبة، لكن مو مثل الصحبة. أبو بكر الصديق لما رفع الله عز وجل قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ليس كل إنسان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ما معناها الصحبة تقتضي المقارنة، عايش معك بزاف. كاين المرتبة الرابعة وهي الصداقة، شفنا الرفقة الزمالة الصحبة الصداقة. إيه الصداقة هي الصحبة لكن بدرجة أعلى، قالوا هو الصدق الاعتقاد في المودة. على سمية صديق صادق في المودة نتاعو، خاطر الصاحب مهما قارنك مهما عاش معك يمكن أو يدور معك على مصلحة، يمكن لا ما يمكن، يمكن مفهوم. ياك أنا غيرت مثل معروف عند الجزائريين، يقول إذا كان صاحبك عسل ما تلحسوش كامل، لا نقول إذا كان صاحبك عسل تأكد باللي حر، قلت كاين العسل ماشي حر. إيه مش أي واحد صاحب، كاين صاحب في أي واحد صديق. الصديق هو الصدق المودة، صدق المودة صادق في مودته. ابن حزم رحمه الله له كتاب رائع في اسمه الأخلاق والسير، كتاب رائع جدا، يقول لك والصديق ضابط، وحبيعطيك الضابط هو من
يسوءه ما يسوءك ويسره ما يسرك، ودون ذلك لا يسمى صديقا. إذا ما توفرتش في هذه الصفة لا يسمى صديقا. وبعضهم أعطى تعريف رائع للصداقة، قالوا له من الصديق؟ قال الصديق هو أنت إلا أنه غيرك. فهمتوا هذه؟ الصديق هو أنت إلا أنه غيرك. لكن أنت هو شخص واحد، هاي الصداقة. عرفتوا كيش ترفع؟ ماشي أي صاحب صديق، ماشي أي صاحب صديق. وعندك الخلة، المرتبة الخامسة. الخلة هي الصداقة لكن لا تقبل المزاحمة. يمكن يكون عندك صديقان، 10 أصدقاء، 100 صديق، يمكن كلهم يحبونك ويسوءهم ما يسوءك ويسرهم ما يسرك، لكن الخلة الخليل لا يكون إلا واحد. في المخلوقة الله يتخذ من ما يشاء من الأخلاء، اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم محمدا خليلا، لكن المخلوق لا يجوز له أن يتخذ إلا خليلا واحدا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من البشر من الخلق أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، اتخذت الله خليلا. أسمعت الخلة لا تقبل، هي الصداقة التي لا تقبل المزاحمة. ما كان دخل أخذ الحيز كله تاع القلب، ما كان شغاف القلب داه. ونستطرد ما فيش مشكل، علاش منيح يدبر الإنسان القرآن الكريم، ودي من مما أبدع فيه ابن القيم رحمه الله تعالى. ده يتكلم عن إبراهيم عليه السلام، السر لماذا أمر الله بذبح ابنه. أباكم بلي إبراهيم عليه السلام عاش أكثر من 80 سنة وهو دون أولاد، ما عندوش أولاد، يعني صار شيخا كبير ومرأته عجوز فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم سارة. هاجر هي أعطتها لإبراهيم أما، فآتته إسماعيل عليه السلام. عباك هنا إبراهيم عليه السلام ربي اتخذه خليلا، فأراد أن يمتحنه، هل هذا الولد الذي كنت تنتظره طوال هذه المدة هل سيأخذ مكان الله عز وجل في قلبك؟ هل فنبتليه؟ فأمره الله عز وجل بذبح ابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. إيه فانظر ماذا ترى، عجيب واحد التسليم عليه. احنا عندنا خطبة اسمها ملة إبراهيم، أعطانا ربي في تلك القصة مواقف ثلاث لأشخاص ثلاثة. موقف الأول موقف إبراهيم: إني أرى في المنام أني أذبحك. وليدوش سلم، افعل ما تؤمر، ستجدونه إن شاء الله من الصابرين. ذاك ربي يشقى: فلما أسلما، بألف الاثنين، فلما أسلما وتله للجبين، يحطوا على جبينه مش ما يشوفش وجهه، يذبحه خلاص تسليم. يقول ابن القيم: فأظهر الله عز وجل أن إبراهيم عليه السلام لم يأخذ ابنه من مكان الله شيئا في قلبه. ما كاش قلت لي نذبح وليدي، نذبح وليدي. إذن حب الله ما زال أخذ شغاف قلبه كله. دار ولد الابن ما داش مكانك يا رب. فقال ابن القيم: فلي ما الذبح إذن؟ لما ظهر وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص لا داعي ولا فائدة من ذبح الابن، وفديناه بذبح عظيم، إلى آخر القصة التي تعرفونها. هاي العلة بالله إبراهيم، هذا الولد الذي انتظرته سنوات وسنوات لم يأخذ مكانا في قلبي. والتسليم الثالث، الشخص الثالث، هاجر، لما وضعهما في مكان لا نبات فيه ولا ماء ولا أي شيء، غير ذي زرع. مكة يعني شيء رهيب، يعني لذلك اختار الله عز وجل أن يكون بيته هناك، حتى إذا قصده الحاج لا يقصده لا للسياحة ولا أي شيء،
أقصده للعبادة فقط. فقالت يا إبراهيم، كي جاء يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. اذهب إذن فلن يضيعنا. شفت التسليم، تسليم الأب، تسليم الأم، تسليم الإبن، بيت قائم على التسليم. الخلة لا تقبل المزاحمة. هنا بعض الناس الذي لا يتقن هذه المراتب يريد أن يكون المسلمون كلهم إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون كلهم في هذه المراتب تاع الخلة والصداقة. لا يا أخي، الرفيق في العمل لا ينبغي أن ينتظر منك ما ينتظره الخليل من خليله، أو الصديق من صديقه، أو الصاحب من صاحبه. الزميل في العمل لا ينبغي أن ينتظر منك ما ينتظره الخليل من خليله، والصديق من صديقه، والصاحب من صاحبه. هذه درجات. احنا بعض الناس يعيش مع ينتظر من جميع المؤمنين أن يعاملوه معاملة الخليل أو الصديق أو الصاحب. لا يا بني، لا، انت مقامك هنا، لك حقوق لا شك، حقوق الرفقة، لك حقوق الزمالة، لحقوق الصحبة، لكن كل واحد عنده حقه. المتشائمون للأسف الشديد، كان فريق متشائم من بكري ماشي غير منها. أنا ضد هذا الشو، أنا ضد جميع درس واحد يديره ينتقد الأخوة وكذا، ضد هذا الشيء. وإنما أنت جهلت المراتب، تنتظر من الناس جميعا أن يعاملوك معاملة ناس الصديق أو الصاحب أو الخليل. لا، كل واحد ربي سخر له على ما هو من مرتبته اللائقة به. وإلا هل يعقل أنه ليس لديك صديق؟ من ماذا تفعل أنت حتى ليس لديك صديق؟ وهي أحوالك، هل قمت أنت بواجب الصداقة تجاه أخيك المسلم حتى تتخذه صديقا؟ هل قمت بواجب الصحبة؟ هو ينتظر فقط من الجهة الأخرى أن تأتيه. لا، كن أنت صديقا فإنك ستجد الصديق. علاش كاين ناس يحبوا يتشاؤموا؟ وهذا قلت التشاؤم من قديم الزمان، حتى قيل لرويم بن أحمد رحمه الله، سألوه عن الصديق فقال هو لفظ من غير معنى، لفظ ما عنده حتى معنى. وبعضهم قال، سئل ما هو الصديق، قال حيوان غير موجود، حيوان غير موجود. لا، وينشدون بيتا لأحد الشعراء يقول فيه سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا نمقوا بشيء من المجاز في من الكلام، بشيء من المجاز من الكلام. قال هو مجاز فقط، الصديق هذا مجاز ولا حقيقة له. وفي الحقيقة هؤلاء مخطئون، لأن الإنسان لا بد أن يعرف أنه يعيش، الحمد لله، إنسان راه واقف بثلاثة أشياء: الأول برحمة الله، ثانيا بدعاء الوالدين، وثالثا بالإخوة لديه. صدقوني، إنسان لابد أن يعرف هذا. لذلك من كان يشعر بتشاؤم في هذا الموضوع فليعالج نفسه هو، وماذا قدمت أنا للناس حتى يكونوا، حتى أكون أهلا لأن يكون أصدقائي، حتى أكون أهلا لأن يكونوا أصحابي، حتى أكون أهلا لأن يكون أخلاء لي. سنبتعد عن هذه النظرة التشاؤمية. فلولا الإخوان الذين سخرهم الله عز وجل ما استطاع المسلم أن تكون له قائمة. وهذا سيأتي بيانه في بيان لماذا لا بد من الأخوة. هاي درجات الأخوة، عرفناها؟ عرفتها. ما تنتظرش الإنسان لو يخدم معك يولي صاحب أو صديق أو خليل. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ما قالش بين إخوتكم. لماذا؟ حب يقول لك باللي أقل ما يكون الخلاف بين أخوين، أقل ما يكون الخلاف بين أخوين لابد من الإصلاح. ما تنتظرش حتى
يكونوا عدد كبير، لا، أخوان مختلفة فأصلحوا بين أخويكم، والأمر للوجوب. ولابد في الأمة من جماعة حكيمة تقوم بهذا الواجب، لما سنبينه إن شاء الله في المجلس القابل، مهم جدا. أي خلاف قضيوا عليه، هذا عندك ثلاث أيام تعغضب ما فيش مشكل، قلت لك احنا ما نحبوش المثالية، ربي أعطاني الحق نغضب ثلاث أيام، قال لك لا يحل للمؤمن يهجر أخاه المؤمن إلا ثلاث أيام، خلاص فوق ثلاث ما تهجروش فوق ثلاث، إذا أعطاني الرخصة في ثلاث أيام غاضب، خلاص راه مغلق عليه، خارج مجال التغطية، حتى لو تكلمت معه ما يسمعكش وما يفهمكش، خليه يهدأ يبدأ الإصلاح. لكن أم نبقى هكذا نرى ثروة من أعظم الثروات التي جعلها الله فينا، وهذه المشاعر، المودة، المحبة، النصرة، التأييد، ثروة عظيمة نخليها تروح. ونبين أن لماذا إذا عرفت قيمة وش عندك تقوليش تسمح فيها على أجل غضب، هاي علاش كي تعرف قيمة وش عندك بين يديك أنت. سنعقد فصلا نسميه إن شاء الله تذكير المؤمنين بنعمة الأخوة في الدين. هذه النعمة، أنت تكون عندك نعمة لا تفرط فيها من أجل شيء، من أجل خطأ، من أجل خطأ، لا، تبقى مستمسك بها وتصلح. علاش إنسان ما هوش حاس بالنعمة، لذلك صار يفرط في هذه النعمة من لأتفه الأسباب. وأصلحوا بين أخويكم، شوش قال؟ من هذا الذي يستطيع؟ تقولك يا شيخ نعم كلامك جميل لكنني لا أستطيع، ربي أعطاك الآن سبب تستطيع به، واتقوا الله، ذكر بأنك ستقف بين يدي الله ويحاسبك عن هذا التقصير الذي وقعت فيه، وهو الإصلاح بين اثنين مختلفين وأنت تعلم ذلك، واتقوا الله، شوف كيش ختمها، لعلكم ترحمون. لما كان الصلح بين المؤمنين والأخوين من مظاهر التراحم، صح؟ من مظاهر التراحم، فجازاهم الله عز وجل من جنس عملهم، الجزاء من جنس العمل، فرحمهم. خاطش ترك دير عمل تاع تراحم فالله يرحمك، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وما أشبه هذه الفاصلة تاع الآية هذه بقوله صلى الله عليه وسلم، الحديث تجدون في مسند الإمام أحمد عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، طيب قال؟ الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة، أصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. بهذا نختم إن شاء الله حديثنا عن تفسير هذه الآية بين مناسبتها، لكن سنعقد إن شاء الله في المجلس القابل فصلا نذكر في أنفسنا بما لدينا بقوة عظيمة عندنا لم نستغلها للأسف، بل أريد لنا ألا نستغلها، وإلا كانت مظاهرها الحمد لله ضاربة بأطنابها على هذه الأمة، وتمتعنا سنوات وسنوات بهذه المظاهر الأخوة، بل كنا دعاة إلى الله ونحن صامتون بمجرد هذه العلاقات تاع المودة تاع الأخوة التي بيننا. فنبين إن شاء الله تعالى قدر هذه النعمة في اللقاء القابل، نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. منيبا أغبر القدم، إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا.